لحد الآن ما كانش إجراء إداري يعني ندار في هذا النقطة هذه، هي مجرد إعلان قام به رئيس البلدية. نظن باللي يعني ما درسش مليح النقطة هذه، ورانا يعني اليوم وجهنا له مذكرة لدعوته إلى مراجعة هذا القرار وتسيير السوق عن طريق الوكالة المباشرة تاع البلدية طبقا لقانون البلدية، في انتظار إجراء مزايدة بعد التنسيق مع مصالح أملاك الدولة. هذا السوق هذا يدر مداخيل للبلدية مهمة جدا، وبالتالي فإن غلق مثل هذه المصلحة سوف يعود يعني سلبا على مداخل البلدية، وهذا ما لا يمكن يعني قبوله.